شهاب ملتزم بالحجر المنزلي. ميمي ملتزمة أيضا. اليوم بدنا نعرف كيف عم بيقضوا وقتهم ميمي وشهاب بالحجر المنزلي. أوكي. كيفكن؟ الحمد لله تمام؟ تمام. خبروني كيف أثر الحجر المنزلي على علاقتكن كونكن اتنينتكن أخوة وعايشين بنفس البيت؟ تمام ممتازة كتير عم نقضي وقت أنا وياها كتير حلو يعني صراحة. يعني بفهم منكم انكم قراب صرتوا كتير من بعض. ايه لكن طيب فيني اسألك يا شهاب شو لونها المفضل لميمي؟ لونها المفضل لميمي الأورانج. مزبوط يا ميمي؟ ايه صح اكيد. نعم لكن شو لونك المفضل؟ الموف. طيب ميمي شو لونه المفضل لشهاب؟ البني. مزبوط؟ ايه مزبوط. وينك؟ فاق يا حبيبي شو لونك المفضل؟ انا ازرق واحمر. اوكي اكيد اكيد. ميمي نعم شهاب ايه بدي اسالكم بما انكم عم تدلكم بالبيت اوكي عم تاكلوا صحي؟ اكيد 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 اكيد. طيب بالنسبة للرياضة شو وضعها عندكم؟ عم تعملوا رياضة؟ تمام تمام. أنا بس اللي رياضة يعني أنا ميمي نفس الشيء؟ إيه لكن الواحد ما في يكمل نهاره من دون سبور. أوكي في كتير ناس ما عم بيناموا بكير كونهم ما عندهم شي تاني نهار فعم بيتأخروا بالنومة. انتو نفس الشي عم بتناموا مأخرين ولا عم بتناموا بكير؟ اكيد نحن بننام من الساعة 8 دغري 8 بنكون بالنوم كمال نفيق بكير ونعمل سبور وندرس وكذا. الساعة 1:30 بالليل سؤال تفضل. يعني هيدا أهم سؤال. أوكي. عم تدرسوا؟ طبعاً طبعاً. لا ليكو فيني صدق كل شيء، فيني صدق إنه أنتوا عم تاكلوا صحي، فيني صدق إنكم عم تناموا بكير وعم تعملوا رياضة، بس إنه عم تدرسوا؟ فضيحة الأمر. ما عم تدرسوا ما هيك؟ فضيحة الأمر. عالدرس أنت وياها. يلا عالدرس. اوكي قاعدين بالبيت ما عم نعمل شيء بالبيت قاعدين ما عم نعمل شيء بالبيت بالبيت ما عم نعمل شيء قاعدين بالبيت ما عم نعمل شيء يقطع زها يقطع زها يقطع زها. طبعا احنا كنا عم نمزح معكم بهيدا الفيديو فمشان هيك بنتمنى منكم تتجنبوا هيدول الاشياء واهم شيء خليكم بالبيت.